طبعا احساسي بان مصر بتمر بمشكله اقتصاديه اصبح دلوقتي شيء بيقرقني جدا وبيتعبني جدا 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 جدا. ودايما بقعد افكر في ايدي ايه اعمله في ايدي ايه اعمله. صراحه حسيت ان لازم اعمل حاجه. قررت من اجري بره مصر اللي هو بقبضه بالدولار اني اتبرع $50,000 للاقتصاد في بلدي. يعني ده طبعا يعني شيء اكيد يعني لا يذكر بالنسبه لحجم الاقتصاد عندنا او اي حاجه، ولكن هو المبادره بس طالعه مني. طبعا محدش وجهني ولا حد قال لي اعمل اي حاجه، ده شيء طالع من نفسي، حتى مش عارف انا اوديهم لمين او اعمل ايه، ولكن هو شيء عشان احس بس احساس كويس تجاه مصر حبيبتي بلدي. وكمان اي حد هيعمل زي هحس احساس حلو بنفسه، وبلده كمان اكيد هتحس احساس حلو بيه حتى لو هو حاجه صغيره.